ونصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد ومائل للدفء على جنوب سيناء. بالليل الصبح بدري الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء، في أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحياناً، قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح، الأسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد وشمال سيناء. أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من المنوفية والغربية والشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة والقليوبية ومدن خليج السويس وشمال الصعيد. النهاردة في نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. عايزين نعرف تفاصيل أكتر طبعاً عن حالة الجو النهاردة ونعرف من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية موجة البرد دي هتخلص إمتى؟ صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. يعني إحنا حاسين ببرودة شديدة، الناس اللي كانت بتقول الشتاء ما جاش، الشتاء جه كله خلاص لابس بطاطين. حضرتك امبارح قلتي لي إنه المفروض على بكرة تبدأ درجات الحرارة ترجع لمعدلاتها الطبيعية، فهو ايه بقى، في اي تغيير في التوقعات دي؟ هو احنا طبعا بالفعل في برودة جديدة في الجو خلال فترة النهار وفترة الليل، انخفاضات ملحوظة في قيم درجات الحرارة. احنا بنسجل قيم درجات حرارة اقل درجة حرارة من بداية فصل الشتاء، يعني دي اقل درجة حرارة بنسجلها من بداية فصل الشتاء، بالاضافة كمان الامطار اللي شفناها بشكل كبير ومتفاوت في معظم محافظات الجمهورية ومنهم القاهرة الكبرى بالامس. وطبعا ده كان طبقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه، متوقع استمرار حاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه اليوم الخميس وغدا الجمعه ان شاء الله. طب الحمد لله. الحمد لله، والتحسن ان شاء الله هيكون بشكل تدريجي مع يوم السبت والحد وعلى مدار الاسبوع المقبل ان شاء الله، لان احنا لسه درجات الحراره اليوم متوقعه عظمى على القاهره الكبرى 15 درجه مئويه فتره النهار، 15 درجة دي أقل من المعدلات بحوالي 4 درجات. اليوم مسجلين صغرى خلال فترة الليل خلال الساعات الماضية 8 درجات صغرى على القاهرة الكبرى والمدن الجديدة أو الأماكن اللي ظهرت الحرارة بشكل كبير، قيم درجات الحرارة كمان فيها أقل من 8 درجات بالظبط. فعشان كده احنا حاسين بدرجات الحرارة المنخفضة فترة النهار والأجواء الباردة، يمكن معظم محافظات الجمهورية فيها انخفاض في قيم درجات الحرارة فأجواءها باردة فترة النهار بشكل كبير، فترات الليل طبعا أكيد شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية خاصة في ساعات الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر أجواءها بتكون أجواء قارصة البرودة خاصة زي ما ذكرنا في المدن الجديدة أو الأماكن المفتوحة. يمكن المدن الجديدة تحديدا أو الأماكن بتبقى لها ظهير صحراوي بتبقى قيم درجات حرارتها أقل كمان من المتوقع بحوالي 2 درجة، بالإضافة كمان أن التساقط للثلوج على جبال موسى وسانت كاترين يمكن بالأمس بدأ التساقط خلال فترات الليل في تساقط الأمطار الثلجية أو الثلوج على قمم الجبال، كمان الصقيع بيتكون على المزروعات الموجودة في محافظة الوادي الجديد أو شمال الصعيد أو بعض المناطق من وسط سيناء نتيجة انخفاض قيم درجات الحرارة لأقل من 5 درجات، أجواء شتوية بامتياز فترة النهار أو فترات الليل. وطبعا فرص الأمطار لسه مكملة معانا، يمكن في استمرارية للأمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة على المناطق الساحلية، اليوم أيضا متوقع استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصاحبة بتساقط لحبات البرد اللي هي الكرات الثلجية اللي تتساقط مع الأمطار في مطروح والأسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، بعض المناطق من شمال الدقهلية، دمياط، بورسعيد، رفح، بعض المناطق كمان من العريش، المناطق دي كلها أمطارها مش قليلة فوق المتوسط، بالإضافة كمان الأمطار بتمتد بقى لكميات أقل للمحافظات الداخلية، بتكون أمطار خفيفة المتوسط. القاهرة أمطارها إن شاء الله متوقع في مجملها تكون أمطار خفيفة، لكن جنوب الوجه البحري أو وسط الدلتا ومدن القناة ما بين الخفيف للمتوسط، هي تأثير الأمطار أكثر بالفعل على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط. عشان كده طبعًا دي أجواء غير مناسبة لحركة الملاحة تهيألي، يعني ما فيش هي حركة الملاحة كمان بالفعل هي فيها أجواء غير مناسبة، هي مرتبطة أكثر بسرعات الرياح، بالفعل كمان في نشاط لرياح سرعاته بتتجاوز الـ50 والـ60 كيلومتر على الساعة على البحر المتوسط، فده بيؤدي لارتفاع أمواج بتوصل لـ3 متر، فبالتالي أيضا البحر المتوسط غير مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية. كمان يعني احنا عندنا اليوم متوقع البحر الاحمر يكون معتدل المضطرب، ارتفاع امواج ما بين
1.5 متر 2.5 متر، فايضا البحر الاحمر هيكون يعني داخل عمق البحر الاحمر في اضطراب، لكن في مجمله ممكن نمارس عليه انشطه، اعمال انشطه البحريه، لكن ناكد على البحر المتوسط ان هو ممكن يؤدي كمان ارتفاع الامواج، ده ممكن يؤدي الى اغلاق بعض المواني زي ما شفنا الايام الماضيه. زي ما اتكلمنا في الاول ان الانخفاضات في قيم درجات الحراره او الاجواء الغير مستقره مكمله معانا كمان غدا الجمعه ان شاء الله، استمرار امطار متفاوته الشده من محافظه للثانيه وتشمل اغلب محافظات شمال البلاد ومنهم القاهره الكبرى، استمرار انخفاض قيم درجات الحراره، لو في نشاط نسبي للرياح في بعض الاماكن يخليني احس بقيم درجات حراره كمان اقل من المتوقع، يعني احنا ال 15 درجه مئويه المتوقعينها اليوم هنحسها اقل من 15 درجه مئويه، فبالتالي مهم جدا ناخد بالنا من نوعيه الملابس خلال ال 48 ساعه القادمه، ملابس شتويه ثقيله على مدار اليوم كله وخاصة لو بنخرج فترات الصباح الباكر أو بنرجع من أشغالنا فترات الليل المتأخر، طبعا مع تساقط الأمطار في أغلب محافظات شمال البلاد وتحديدا في السواحل الشمالية لازم نبتعد عن أعمدة الإنارة، أكشاك الكهرباء، ألواح الأعمدة المعدنية اللي بتبقى موجودة في الشوارع، المباني المتهالكة، القيادة أيضا تكون بهدوء تام، ومهم جدا قبل ما أخرج من البيت أتابع التحديثات اليومية اللي تصدرها الهيئة العامة المصرية، كمان اتابع النشرات الجويه لو في تغيير في الحاله الجويه في اي وقت لازم نتابعها قبل ما اخرج من بيتنا، وان شاء الله مع يوم السبت زي ما بنقول تبدا درجات الحراره تتجه نحو الارتفاعات، تبدا تهدا سرعات الرياح بشكل كبير وتقل كمان كميات الامطار في معظم محافظات الجمهوريه. ان شاء الله طبعا نصائح مهمه من الهيئه العامه للارصاد الجويه. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، وهنتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه في القاهرة وفي المحافظات. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 8، وفي العاصمة الإدارية 15-7، الإسكندرية 15-8، والعلمين الجديدة 14-8، مطروح 15-8، ودمياط 15-7، بورسعيد 16-9، والإسماعيلية 16-7. في السويس درجة الحرارة أيضا العظمى 16 والصغرى 7، وفي العريش 14-7، كاترين 9 والصغرى 3 تحت الصفر، طابة 14-7، وحلايب 21-13، شلاتين 22-14، شرم الشيخ 19-12، والغردقة 18-10. في الفيوم العظمى 15 والصغرى 7، وفي بني سويف 15-6، الوادي الجديد 18-4، أسيوط 15-4، سوهاج 15-5، وقنا 17-6، الأقصر 16-6، وأسوان 17-8، يعني يمكن درجات حرارة منخفضة بشكل كبير، يا ريت نخلي بالنا خصوصا في المحافظات اللي درجة الحرارة فيها منخفضة جدا. دلوقتي احنا خلصت كده نشرتنا الجوية المفصلة، وعودة مرة تانية لمحمد ومنى ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هالة.